كتعرفوا السيف وجه القشع اللي رجل مجتهد، الحمد لله الكلمه ديالو ديما كتكون تحفيز لينا، ما تيبخلش علينا باي حاجه، هو غير كتهمو النتيجه، ما كنخليوش اننا نفكروا في شي حوايج قد ما هو كيفكر اكثر منا بان اننا داكشي اللي محتاجين ليه. كنشكروه من هذا المنبر، وهذا راه شيء بسيط اللي نقدروا نقدموا ليه له هو، وكنبغيو نشكروا سيدنا اللي هو كان الدعم الاول لينا، وكنبغيو نشكروا المغاربه كاملين اللي تاقوا فينا واللي شجعونا، وحنا هذا الشيء اللي وصلنا ليه بفضل التشجيع ديال شحال من واحد الحمد لله. والسي الرئيس فوزي القجع كنبغيو نشكرو وكنهديو ليه هذا الانجاز هذا. هناك رساله قويه من عند السيد الرئيس بان هذا الانجاز هو بدايه المشوار ان شاء الله لكره القدم النسويه، ان شاء الله غتقول الكلمه ديالها ان شاء الله في المستقبل، حيت كاين هناك تطور كبير وكاين عمل كبير الحمد لله تحت اشراف السيد رئيس الجامعه السي فوزي القجع اللي كيعطيها واحد الاهتمام كبير، وكذلك سيد الجلاله نصره الله حتى هو كيدعم الرياضه في المغرب بزاف، هو الداعم الاول، وان شاء الله هذه كما قلت في البدايه ان شاء الله العمل اللي جاي يعني الاستحقاقات اللي جايه هي مهمه، تأهل ان شاء الله للاولمبياد ان شاء الله وكأس افريقيا ان شاء الله اللي غيتقام ثاني في 2024، ما غيكونش المنافسات اللي سهله، منافسات اللي قويه ان شاء الله، غادي نحضروا لهم بجديه ان شاء الله، بجديه تامه ان شاء الله، باش نكونوا في مستوى يليق بالكره القدم النسويه ونشرفوها اكثر واكثر.